مرت في المرحلة السينة فيها اللي شفتو جلسة كانت يعني بهدوء، وكانت يعني حاول رئيس الهيئة أنه بسط النقاش في الهيئة بالطريقة المعهودة زعما في كمرحلة استئنافية. احنا مطالبين بالحق المدني، هذاك خصكم تعرفوا هذه العملية هذه، لأن من يتكلم في المرحلة الاستئنافية هو من استأنف الحكم. احنا علاش ما استأنفناش الحكم؟ احنا طلبنا درهم، احنا مطالبين بالحق المدني، طلبنا درهم رمزي. اسمعني، هذاك الدرهم عطاوه لنا، عطاونا هذا الدرهم رمزي، ما كيبقى لناش الحق في الاستئناف. المحكمة الاستئناف كان يعني احنا كنا كنطلبوا من المفروض، لان احنا كندفعوا لوح الحكم الابتدائي، تعطينا ولو عير يعني نسندوا الحكم الابتدائي ونطلبوا مثلا التأييد ديالو، ولكن هي من موقعها كتكلم على الانسان اللي عنده استئناف. استنفت النيابه العامه، استنفت عن ثلاثه ديال المتهمين اللي موجودين تما، وكتطلب لهم رفع العقوبه. يعني النيابه العامه كانت مستنفه يعني يعني عندها استئناف ديالها. المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي ولا؟ لا دابا تسمح لي، المتهم الرئيسي هي طلبت الاعدام، ولكن كتسمى مستنفه، كنشر الدعوه بكاملها في المرحله الاستئنافيه. يعني النيابه العامه من حقها انها طالما استأنفت انها تتكلم في الوضع كامل. احنا من هذا الجانب ما بغيناش ندخلوا مع المحكمه في النقاش وفي الامور. اعتبرنا بان الحكم يعني هي كتحاول يعني تناقش في الاطار المعهود بالنسبه للحكم الابتدائي، يعني كيف تعطي واحد النتيجه للحكم الابتدائي.